رجعنا لكم تانية فقرة مميزة مع خبير التاتو بيتر تاتو. منورنا حبيبي، ان شاء الله تكون فقرة جميلة والشغل المحترف الجميل بتاعك. ميرسي كتير. منورنا يا بيتر. نورك يا استاذ رحاب. والله منورنا جدا يعني بأمان. وانا مبسوطه ان انت معايا النهارده. ميرسي. شرف ليا بجد يعني. هتقدم لنا بقى النهارده؟ يعني هقدم لكم النهارده رسم التاتو. تمام. سهله جدا، مش عايزين نخاف. يلا بينا. يعني خوف الناس من الرسومات ووجع. لا لا، عايزه اقول لك ان هي اصلا الناس ده طالع موضه يعني، كلنا عاملين جدا يعني. في انفتاح معنا لسه. في برضه معانا صور هنعرضها ونتكلم مع بعض، بس هتقول لنا النهارده هتنفذ ايه او ايه الخطوات اللي بتبدا بيها؟ هننفذ رسمه سيمبل، هي كلمه. تمام. كلمه سلام. انا عايز اسالك على بقى بالنسبه للرسومات، يعني اكيد كل رسمه ليها حاجه معينه. طبعا. ايه هي معنى الكلمه؟ لو في رسمه مثلا، انا شايفه طبعا انت مش سايب حته في جسمك الا لما راسم، فعايز اعرف بس هي كل رسمه ليها وصف؟ فضل انت شغال برضه عشان خاطر ايه؟ ليها وصف ولا؟ طبعا كل رسمه ليها معنى في الجسم. كل رسمه بتوصف اللي قدامها. وليها ايه؟ ليها وقت معين او فتره معينه على حسب. هي بيرمنت، مؤقت، ان هو هيبقى فيه مؤقت، ان هي بنشتغل على تحت الطبقه الاولى او الثانيه. فانت بتشتغل على اشرح بقى للناس والمشاهدين ايه الطبقه الاولى والثانيه، عشان في اغلب الناس يعني عارفين في حاجه اسمها تاتو دائم وتاتو مؤقت. كله بيرمن دايم. اوكي. يعني الطريقه سهله جدا، مفيش حاجه اللي يقول لك 6 شهور ده اي كلام. لا 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 خالص، مفيش الكلام. مفيش ده. حاجه اسمها 6 شهور. طب يعني انت بتلعب على انهي طبقه؟ الطبقه الاولى والثانيه بس، ما تزودش عن الثانيه. طب انت كده الرسمه الطبعه كده دي طبعه وانت بتعيد عليها؟ دي الرسمه. اوكي. اوت لاين بس احنا بنشتغل بقى بعد كده عليها. نبدا نشتغل عليها. الجهاز ده ايه بقى؟ اشرح لنا عشان طبعا فيه مشاهدين. في دي ماشين روتري. اوكي. دي ماشين جن. أوكي. يختلف من ديل دي. في انواع طبعا منها وانت بتختار ماتيريال معين؟ طبعا. لا هو الانواع موجوده كتير جدا، بس هي الفكره لو احنا بنشتغل على يعني ديت بتشتغل جن، ده شيت. اوكي. ده اوت لاين. طب حاجه خفيفه جدا. الابره دي بتتغير من عميل لعميل طبعا؟ لا كتير جدا. لا انا احنا برضو عشان نفيد الناس في حاجه زي دي. بس اعتقد اصلي بيتر يا عماد، انا عايز اقول لك انا من ضمن زباينه عشان تبقى فاهم يعني. انا بحس ان بيتر بصراحه احسن واحد في مصر بيعمل تاتو. احنا هنشوف صور لشغله برضو كتير استاذ رحاب. ممكن الاعداد يعرض الصور دي برضو، بيبان لنا اكتر شغله كتير، الرسومات اللي هو عاملها. الاجهزه يا بيتر الناس بقت دلوقتي بارتيشن، يروح حاطين لك شيزلونج وكله يروح جايب مكان التاتو شغال. ايه رايك في الموضوع ده؟ وكتر جدا يعني. الموضوع ان التاتو مش اي حد يشتغل وخلاص. اوكي. لازم يكون ارتست قبل ما يشتغل اصلا. هو الموضوع مش هوايه او بيزنس او لا، هو انت حب في ده الاول، بعدين بتدرس الموضوع كويس جدا. بعدين بتبتدي تجيبيه البيزنس. الفكره حاجه انت بتحبيها الاول. انت حبيت ال طبعا. طب في تخدير او حاجه، هو في وجع ليها الطبقه الاولى والثانيه؟ بيبقى في وجع؟ ابدا خالص، مفيش وجع. مفيش يعني. هو ده الطبقه الاولى والثانيه اللي بتشتغل عليها؟ هي دي الفرق بقى. الفرق بقى دي الخبره بقى. اوكي. المكنه الروتري، ما هو ده اللي انا عايز اوصل له. في مكنه جن والروتري صح؟ المكنه الجن بتوجع شويه. اوكي. عشان بتشتغل شيد، بتشتغل ابر كتير. هي دي الفكره. في الوضع الحالي ده قلم، اكنك بترسم بقلم عادي. قلم عادي. اوكي. بيشتغل بقلم عادي. طب واللي عنده رسمه وعايز يشيلها يعمل ايه؟ ليزر. يتشال ليزر. بس الليزر بيبقى بيج قوي يعني، بتبقى فايجر جدا. لا البيج ده لما تروح عند واحد تاتو سيم مثلا، مش عايزين نذكر اسامي، بيسيب اثر. طب الليزر ده هيقول لك ان انا لا سيبش، هيقول لك ان انا هشيلها لك تاتو. ليزر بقى من طريقته هي ايه مثلا، هيجيب لك انك لونه سيم مثلا اللي هو بيج، وهيجي يقول لك انا عملت لك ازاله، وفي جلسه تاني ازاي ازاله بدون ليزر؟ طب ماشين هي برضه. احنا معانا صور ممكن نعرضها برضه عشان نشوف بعض الرسومات. ده قله ضمير يا بيتر ولا ده ايه؟ يعني نسميه ايه يعني؟ الفكره عدم بروفيشنال في شغله. دي حقيقه. هو مش شاطر في شغله. هي دي الفكره. في صور برضه للشغله كانت بنعرضها. دي يا بيتر الصوره الجديدة. دي هنا في مصر؟ ولا بره ولا ايه؟ انهي؟ الصور المعروضه دي؟ موجوده عندي في السنتر. ممكن تقول لنا انا رقم تليفونك وعنوانك موجود على الشاشه، ممكن تقول لنا العنوان بتاعك؟ تمام. عشان اي حد حابب يتواصل مع في فرع في مصر الجديده، في فرع في مدينه نصر، وفي فرع في المهندسين. التواصل مع عبر بيتر التليفون. خبير التاتو، رقم تليفونه موجود على الشاشه، واحنا شايفين شغله على الشاشه قدامكم من السنتر بتاعه. شغله محترف. انا عايزه اقول لك بقى المفاجاه يا عماد، ان هو مش تاتو بس،
ان في مفاجآت تانية ان شاء الله في الحلقات الباقية بإذن الله. يعني بيتر هيفاجئنا بحاجات جامدة جدا يا جماعة. بيتر عامل لنا مفاجآت كتير، في هيعمل لنا فقرات خلاها مفاجأة لفريق عمل بيتر. وان شاء الله بنتمنى ليه التوفيق، وعمل حاجات كتير لفنانين معروفين شايفين برضو في الصور، فمش عايزين ننسى حد. مدرب اكاديمي المبادره من النهارده طبعا شيء شرفنا يا بيتر. ميرسي كتير، ده على حصر كده النهارده بيتر في كورسات رفع كفاءه لشغله او كبدايه للمبتدئين، هننسق معاه، واللي عايز يتواصل معانا يتواصل على رقم بيتر او يتواصل معانا على ارقام التليفونات بتاعه الاعداد. طبعا انا شايف كتير صور كتير ورسومات كتير، بتاخد منك وقت قد ايه على حسب الرسمه؟ طبعا حسب الرسمه. حسب الرسمه هي بتاخد قد ايه وقت، بس هي دي الفكره. يعني انت دلوقتي شغال على كلمه اسمها السلام او سلام. اللي هي ايفنتي. ها انت كده خلصت خلاص؟ ما شاء الله. لا هو بصراحه شاطر جدا بس انا عايزه اسالك سؤال، هل ده وراثه ولا ده ايه؟ اتعلمت ازاي انت؟ اصل دي عايزه جراءه جامده جدا. هي الفكره يعني. انت حابه ده وفي نفس الوقت كام سنه على طول؟ انا 26. عمرك 26 وشغال فيها بقالي 9 سنين. تسع سنين ما شاء الله، واتشهرت بالطريقه دي والشطاره دي ما شاء الله والله. يعني ربنا معانا تقريبا 3 دقايق. ممكن كده يعني اقربها للكاميرا؟ سهله جدا. حد يجيب زوم عليها كده؟ حلو قوي قوي يعني بصراحه. تسلم ايدك. تسلم ايدك. طب هصطادك بعد الحلقه. تنويه بسيط بقى. نوريني. تنويه بسيط على الفقرات اللي انت حابب تعملها معانا، وانضمامك لتدريب مدرب يفتخر بمهنتك المبادره الاكاديميه، لانك انت هتعمل الكورسات ان شاء الله بالتنسيق مع المبادره باذن الله. في ناس بتحب ان هي تعمل ميكرو بليدنج. اوكي. ما عندناش وقت ان احنا نعمله دلوقتي على الشاشه. تمام. هي فكره الميكرو بليدنج حاجه جميله جدا. احنا نوعدك فريق الاعداد بالكاميرا بنيجي نقضي معاك يوم في السنتر والشغل اللي انت عايزه. نورني نورني والله. نورني. في مفاجآت كل اسبوع، في مفاجأة طبعا عشان ايه؟ ما تنسوش ما تقلقوش. احنا دايما بنقدم لكم المثل القدوة لمهنة التجميل طبعا، وخبير التجميل بيتر بصراحة شرفنا النهارده بشغله المحترف، وشفنا الصور بتاعته مع نجوم كتير في الوسط الفني، وده اللي احنا بنقوله، اجتهد وتميز في شغلك وفي عملك. ربنا يسعى ورا حلمك وكمل تاج النجاح بأمر الله. وبيتر النهارده انا هقدم لك تكريم بسيط جدا، تكريم شرف لفريق المبادره. وان شاء الله في انتظارك طبعا في فقرات كتير زي ما انت ما وعدتنا. اكيد باذن الله. ولو حابب توجه رساله لاقرب حد ليك، رساله احنا دايما كده مع ضيوفنا وزمايلنا بنسيب لك مع الكاميرا كده وتوجه رساله معينه لاي حد اقرب لحد ليك، ممكن مع الكاميرا وتقول الرساله اللي انت عايزها. يعني بشكر امي لدعوتها. ربنا يحفظها لك. وتقول ايه للشباب؟ يعني انت في سنك ده وما شاء الله عندك مهنه وانت داخل معانا في الاكاديميه، في الاكاديميه، بتشجع الشباب اللي زيك تقول لهم ايه؟ كله يوصل لشغله لحلمه مش اللي هو درسه. أوكي. على طول معظم المصريين بيدرسوا شيء وبيشتغلوا شيء تاني خالص. احنا دايما بنقدم لكم المثل المشرف بيتر، ان شاء الله انتظرونا في فقرات حصري معاه ومن سنتر، وتكريم بسيط بقى من فريق مبادره افتخر بمهنتك. ميرسي كتير، نورتنا والله يا بيتر. والموديل العسل دي نورتينا. ميرسي ميرسي كتير. انتظرونا فاصل ومستنيكم تاني.